مريم دي لثق يوحان دام ذو خين ولن في سنة لو فين اثراحا مالين بصلوث امو دي لثق وادخلوه نقادي شيء ارام رموخ
شات الله Book of Acts of the Holy Apostles, Baruch Mor. Happy by. After these things, Paul departed from Athens and went to Corinth. And he found a certain Jew named Aquila, born in Pontus, who had recently come from Italy with his wife, Priscilla, because Claudius had commanded all the Jews to depart from Rome. And he came to them. So because all he was of the same trade, he stayed with them and worked. For by occupation, they were tent workers, and he was reasoned in the synagogue of every Sabbath, and pursued both Jews and Greeks. When Silas and Timothy had come from Macedonia, Paul was compelled by the Spirit, and testified to the Jews that Jesus is the Christ. But when they opposed to him and blasphemed, he shook his garments and said to them, "Your blood be upon your own heads. I am clean. From now on, I will go to the Gentiles." And he departed from there and entered the house of a certain man named Justus, who worshiped God, whose house was next door to the synagogue. Then Serapis, the ruler of the synagogue, believed on the Lord with all his household, and many of the Corinthians, hearing, believed that he and were baptized. Now the Lord spoke to Paul in the night by a vision, "Do not be afraid, but speak, and do not keep silent, for I am with you, and no one will attack you and hurt you, for I am many people in this city." And he continued there for a year and 6 months, teaching the word of God among them, Baruch Mor. رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي باروخ مور. إخوتي، فمن ثم أيها الإخوة نسألكم ونطلب إليكم في الرب يسوع أنكم كما تسلمتم منا
كيف يجب أن تسلكوا وترضوا الله؟ تزدادون أكثر لأنكم تعلمون أي وصايا أعطيناكم بالرب يسوع، لأن هذه هي إرادة الله قداستكم، أن تمتنعوا عن الزنا، أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناءه بقداسة وكرامة، لا في هوى شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله، أن لا يتطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر، لأن الرب منتقم لهذه كلها كما قلنا لكم قبلا وشهدنا، لأن الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة. إذن من يرذل لا يرذل إنسانا، بل الله الذي أعطانا أيضا روحه القدوس. وأما المحبة الأخوية فلا حاجة لكم أن أكتب إليكم عنها، لأنكم أنفسكم متعلمون من الله أن يحب بعضكم بعضاً، فإنكم تفعلون ذلك أيضاً لجميع الإخوة الذين في مقدونية كلها. وإنما أطلب إليكم أيها الإخوة أن تزدادوا أكثر، وأن تحرصوا على أن تكونوا هادئين، وتمارسوا أموركم الخاصة، وتستغلوا بأيديكم، وتشتغلوا بأيديكم أنتم كما أوصيناكم، لكي تسلكوا بلياقة عند الذين هم من خارج، ولا تكون لكم حاجة إلى أحد بارخ مور. نصوت ونسمع كلام بشارة الحياة، إنجيل فدينا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي يتلى علينا. شوام شيحو سبرثو محيوني ثوم اللو قوسم سبرونو دم سابر حايو فرقون ظلمو زبنو خين
دام تبرون ثيد مرا ولوهان وفرقو ديلان يشو عمشي حو من ثوت حيا لود اذباسار من بثلتو قادشتو مريم بارخ مور هولندين او خانهو سأله رئيسون أيها المعلم الصالح ماذا أعملوا لأرث الحياة الأبدية فقال له يسوع لماذا تدعوني صالحا ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله أنت تعرف الوصايا لا تزني لا تقتل لا تسرق لا تشهد بالزور أكرم أباك وأمك فقال ذا كله حفظتها منذ حداثتي فلما سمع يسوع ذلك قال له يعوزك أيضا شيء بع كل ما لك ووزع على الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعال اتبعني فلما سمع ذلك حزن لأنه كان غنيا جدا فلما راه يسوع قد حزنا قال ما سرى دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله لأن دخول جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله فقال الذين سمعوا فمن يستطيع أن يخلص فقال غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله فقال بطرس ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك فقال له ما الحق أقول لكم إن ليس أحد ترك بيتا أو والدين أو إخوة أو امرأتان أو أولادا من أجل ملكوت الله وإلا ويأخذ في هذا الزمان أضعافا كثيرة وفي الدار الآتية الحياة الأبدية باروخ مور وشيل وشلوم الكلخون مريم رحمون ورحم علينا أدراي تشباتا توديثا أدرق الأسر مرامة بدل باطل
آمين ويدخل زبان وقل عيدون نشيت والناس بارك مورة تسبيح للرب الصالح الذي كسر جسده وطعمنا ومزج دمه وسقانا وإلى ملكوته السماوي أورثنا الذي به يليق التسبيح والسجود والإجلال في هذا وقت تقديمة الذبيحة الإلهية وفي سائر الأوقات والأزمان والآيات والسعة أيام حياتنا كلها إلى الأبد. ضم الرحمن ضم ذبحهم حسيانا ضم رجل قد شيء والله باسم متسمين من ذي أبون معليون صال كلان ورحمة وحنانه من مريون بعي مريم رحمانه رحم علي وعاد عمت رد باسم حسيانا بارك مريم نحن عفوا وغفرانا وتطهيرا لأثامنا واغفر لي خطايا الكثيرة متجاوزا عن ذنوبي شعبك المؤمن تذكرنا اللهم وارح نفوسنا ونفوس بين وإخوتنا ورؤسائنا ومعلمينا وموتانا وابناء البيعة المقدسة المجيدة استجبنا يا ربنا وكلنا معينا وخلصنا وتقبل دعواتنا وابتهالاتنا وابيض عنا برحمتك جميع ضربات الغرض بالمذية وهنا للآخرة الصالحة وامنحنا النهاية المسيحية وإياك نحمد مسبحين الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين آمين. بارك مر أمامك يا الإله الأب المحجوب عن الملائكة ورؤساء الملائكة وأمام ابنك الوحيد الذي كشف ذاته للعالم بمحبته وأمام روحك القدوس الذي طهر العالم برحمته وأمام مذبحك المقدس حيث يستعلن لاهوتك وحيث يحل الثالوث المقدس نقدم هذه الذبيحة لكي تكون لصفح عن آثامنا ولغفران خطايانا ولمحو زلات كل رعيتك وراحة وذكرا صالحا لكل الأموات المؤمنين ناسق لك شبح توديثا وشباب خول أزبال علم من أمين بارخ مور أمين موريا انقابل وصويا نظر بصوفو شلام الكل خمين الله انقابل حسويا تحبش بقانا ضحكوه بثرين علمي العلم علمي أبو قديش آمين قديش برا قديش آمين
قديش روح حي قديش ودم قديش في المصحف يا عبدي قد حيشت مذرحة مدع نفشد ونفشد ذنب وين وداحين رابونين وملفونين وانيدين كلون انيدين ما يمني التدي تدي لو قديش توم شبتهم بس رأينا علمي العالم والمين بارخ مور الحكمة الإلهية تنطوق وكلنا نقوم بالعفاف والنقاوة وحسن القيام وبصلاة حبر نجل النصر ونقول نؤمن بإله واحد إله ضابط الكل وخالق السماء والأرض وكل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي على ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء حيو حبيبي صلى الله عليه كان من قبل مر يقربون حيو حبيبي صلى الله عليه نشبك لي كان من قبل مر يقربون حيو حبيبي صلى الله عليه كان من قبل مر يقربون في اليوم الثالث كما شاء وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات ذلك الذي ليس لملكه انقضاء ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي الكل المنبثق من الآب ومع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموتى والحياة الجديدة العالم الآن آمين ومن قلوس قل بارخ مور يا إله العالم وربه أهينا لهذا الفداء وإن لم نكن له أهلا لكي يسالم بعضنا بعضا بقبلة مقدسة روحية ونحن غير ماكرين وبيننا من المحبة رباط وثيق فنرفع إليك حمدا وشكرا ولابنك الوحيد وروحك الكل قدسه الصالح المسجود له المحي والمساوي لك في الجوهر الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين آمين بارخ مور بارخ مور شلومو الكل خور عمرو حادي لوخ نتيل سلوم والأحذوذ كل نوش القريب ابنو شطو قادستو والوهيتو بحوبد موران والوهان من بوثار سلوم وهنو قادستو والوهو يودثيهب تبغضو مريم رحمونو ريشين ناركين دومت موران والله باركنا جميعا ببركاتك غير الزائلة واهلنا للعمل بمشيئتك ومشيئة ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين كل فكر غير طاهر بواسطة هذه الذبيحة التي نقدمها لك
منورا بها نفوسنا ومقدسا أجسادنا لنرفع إليك الحمد والثناء ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين. قم شافي قم بحثا قم نفوسا قم زحيثا قم قدشوثا قم تنكو لنا حايب حب وبيمون وثود أشرار من ذيذ ونعيد دين بدحلات الله بالنافورة وقد اشتاق دق دومك سيمون حربي ذي أبون معليود أمشينو بشلامو دبع تحيط الله أبو موركو حلوب كل قارب رحمي وشلامو دبع تحيطو ديثو بارخ مرحو بوض الله أبو طيبو ثيدن دي حيثو يبرو شوت فوسو مغنون صدره قديشو عم كل خون العلمين عم روح ديلا لتكون عقولنا وأفكارنا وقلوبنا في هذه الساعة مرتفعة إلى العلا حيث المسيح جالس عن يمين الله لا لنمجد الرب بمخافش أهنا لنسبحك تسبيحا ثلاثيا مألوف الألوف وربوات ربوات الملائكة النورانين الواقفين أمامك ومع تسبيحك لا يكفون ونحن هاتفون وقائلون لحم بذاو قديش ثوك ذودين برخمور بارخ وقصر يا بلهون
لشليحة وقديشة ومار سابخوا المني هنا وفغار دحلوف فيكون وحلوف ساقية ما ثقصي وما ثيها بشقون وضحطوي والحايد العلا سابك ذودي برخمور بريخ وقادش يا بلا شيحة وقادش ومار سابش تومينك الخون هنا ودي أحلو فيكون وأحلو فساقية مثل شد ومثيب شبقون وضحطوه والحايد العلام أم العلمي ولما أودع رسل القديسين هذه الأسرار أوصام قيلان اصنع هذا لذكري كل ما تركتم بهذا السر متذكرين موتي وقيامتي حتى مجيء موت اذكر بيعتك يا رب سير عملك الخلاصية ومجيئك الثاني الرهيب الذي فيه يجازي كل إنسان كفعله فمن أجل هذا تندم وتتضرع إليك رايتك وبواسطتك ومعك لأبيك قائلة عبديك أدم قبلنا نطيب وثوخ مودينا نلبسي موثوخ على فاي كل هين وميطول كل هين ناخن شبحينا نازلا من على السماوات العالية ويرف ويحل على هذه الخرسطية الموضوعة ويقدسها فقفوا وصلوا بعبادة وسكون وورع
السلام لشعبنا والأمن لجميعنا. ميموريو أسر ميلورد استجبني يا رب، أشفق علي أيها الصالح وارحمنا. الذين يتناولونها غفرانا لذنوبهم فيرثوا بها الحياة الأبدية، فيرفع إليك الحمد والثناء ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الأبدين. صالي ونتكشف المورن والوهن بعيدون هون ربط حلو قد يشو حلوف كل هون بوثون دبروني ديلان هونو نتقيمين بريشين يومون بحيدثنون عدوثو قد يشوثو دالوت باربع فنيون روعين ودبرين قد يشم يقري طبثون فطر يرخو وديلان أبو موران مور غناطيوس تو أفريم ترايونو وابو مرتا ودروس وحسايو ديلان أبو مردونوسيوس وابو مور نيقوديموس نتقيمون بالو عم شرقت كلهون افسقو في أرثوذكسو سلوثون شورو تهويلان مريون اذكاشف قريلاي صار والله يا رب بياتك المقدسة أمنا وسلاما ومدبريها شيخوخة صالحة وهادية وأقم فيها رعاة يحكمون بالكلمة الحق وحكما عادلا لنحمدك وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الأبدين. مثهدين الهشو يتوب وشبيحا من كل هن شرب وثودر وقد اشتو
قوم شبحتم برختم عليثم بثلاث خل زبان تبنيثم يلضى ثلو مريم عمودين تعهد لنبي ولشلي حيل كروزي ولمن كلستي والسود والموديون والطوبون ومريوحانون إزجادوا ممدون راحوا تقدموا يدموري والقديشم شبحوا مور استيفانوس ريشوا دم شمشوني وقدموا يوسو هدي ورشا يشليحم على يوم رفتروس ومرفاولوس نذخر دين خحتو كل قديش وقديش وثوب سلوثون شرطه ولان المريو ونتكشف قري لا واسترنا يا رب في أكناف قديسيك وانضمنا في رتبهم لكي معهم نرتل لك آيات الشكران ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أواني وإلى أبد الأبدين برحمون لنذكر أيضا جميع الموتى المؤمنين الذين سبقوا فرقدوا وتنيحوا بإيمان مستقيم من هذا المذبح المقدس ومن كل البلاد والنواحي وبلغوا إلى الله رب الأرواح والأجساد لنطلب مبتهلين إلى المسيح إلهنا الذي أخذ إليه نفوسهم وأرواحهم لكي يؤهلهم برحمته الجزيلة للحظو بغفران الذنوب والصفح عن الخطايا ولكي يبلغنا وإياهم إلى ملكوته السماوي لنهدف ثلاثا قائلين قرية ليسا قرية ليسا اغفر ذنوبهم واصفح خطاياهم لأن جسد ابنك الوحيد ودمه مودع في أعضائهم وبه نترجى الحظوة بالرحمة وغفران خطايانا وخطاياهم أني حسو شبوك الله شرعوثو ديلان دلهون أيدين دحتين قدومك سبيونو ودلو سبيونو بيدعتو ودلو بيدعتو وهنا وإياهم لآخرة مسيحية غير متذكر ذنوبنا وذنوبهم لنشكرك على هذه وعلى سائر نعمك ونعظم ونبجل اسمك المبارك الكل إجلال واسم ربنا يسوع المسيح وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين آمين As it was in the beginning, is now, never shall be, world without end. آمين باروخ مور شلومو Oh, dear.
نصيد التسابيح لله الآب الفريد، ونقدم السجود للابن الوحيد، ونهتف بالشكر شفوق اصنامنا رحمتان، واشفق علينا يا صالح وارحمنا. اللهم يا قابل الصلوات والمجيب للطلبات، إننا نبتهل إليك مصلين هذه الصلاة الربانية التي علمنا إياها ابنك الوحيد القدوس، هاتفين بقلب خاشع وقائلين: أبونا تبشمايا، ومن كل ما يخالفنا ومسك الإلهية، واغفرنا خطايانا وعفو عن جميع الذين أخطأوا إلينا بأي
نوع كان لنشكرك ونسبحك وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الأبدين أمين بارخ مور بارخ مور شلوم الكل خور وعمرو حدي لوخ من اخزم سيبو زند روزي هولين قادي شوى الله يد دس قرب تمقزم مريم رحمونو ريشين الكين قضم ميك موران والوهان واستر يا رب شعبك وغنم رعيتك المنتظرين تناول جسدك وابنك الوحيد ودمه واجزل بركاتك عليهم وقدس نفوسنا واجسادنا لنودياك الحمد والثنى وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الأبدين أمين بارخ مور بارخ مور شلوم الكل خور عمرو تليثو يثو قادشتم شبختم لبريثو يثيتم ثم يتصغيتو شايت بوسيا عم كل خون العلمي أمين بارخ مور دي حلثو برثيثو نحو شامل يونو خول مدم دواد هوي
وشمد مريم برخ من عالم وذم العالم مين آمين آمان آمين قربوني بصل أغوثون ذخا نينون لابو هيم الفي وولن كثحاين وابنا يولى لهبون عود مدابر روح قدیش و حضال و شریر و امین برخمور سینا في البداية رحب سینا مر الحبيب سینا مر نقودیموس داود شرف شكرا سینا على وجودكم معاي بأول قداس وربنا يدينكم سینا ويحفظكم لرعيتكم وبرشيتكم ويخليكم ذخر للكنيسة ونرحب بأبونا الخوري أفرام القس راعي كنيسة مار جورجيس في بحزاني رحب أيضا بالوالد أبونا الخوري نعمت اللي حضروا معنا والقداس صباح الخير عليكم ربنا يبارك صباحكم. طبعا اليوم قرينا فصل الإنجيل الرئيس الشاب كما ما جاء في لوقا 18 فتكون نحن كمؤمنين أنه رغبتنا الأولى كمؤمنين مسيحيين أنه نرث الملكوت السماوات والحياة الأبدية هذا هو همنا الوحيد على هذا الأرض فلذلك من نقرأ هذا الفصل من الإنجيل ينطرح في فكرنا كثير من الأسئلة واللي منا شلون أنا أقدر أربح الملكوت طيب هل لازم يكون علي أنا جبر أبيع كل ما لدي كل أملاكي وكل شيء عندي أقتنينه ووزعه على الفقراء لحتى أرث ملكوت الله طيب شلون تكون علاقتي مع الله لحتى أصل لدرجة الكمال والقداسة اللي نحن لازم نتعب عليها ونصلى كمؤمنين مسيحيين وبلا شك اتفق الإنجيليين على أنه هذا الرئيس الشاب كان من الناموسيين أي يعني كان عالم في الشريعة كان يعرف الشريعة حرفياً ويطبقها وكان يقدر أنه يصنع القوانين ويطبقها فلذلك عندما تأملت في هذا الشاب الرئيس وجدت بينه أنه هو الإنسان المؤمن بالمسيح ولكن في نفس الوقت متغاضي عن الحقيقة والحق أي يعني أنه ما كيشوفه أو ما يغيد يشوفه أصلاً الحقيقة وهذه ما كيشوف الحقيقة بسبب الانشغالات اليومية والحياتية وإلى آخره ومن الأشياء اللي تقف قدامنا كعائق وحاجز لحتى نصل إلى طريق الملكوت ونرث الحياة الأبدية أنا برأيي هي شغلتين الخوف والقلق ومحبتنا الزائفة للرب يسوع عن الخوف والقلق اليوم ما شاء الله نشوف زلازل حروب وفلان قتل فلان فلان عمل هالشكل فلان صاغ هالشكل نشوف تطلع لنا فيديوهات بالسوشيال ميديا فلان يختفون بالكاميرات وين غاحوا يعني على أساس أنه بلش الاختطاف وكثير شغلات كتصيغ وكتدبر لسبب واحد فقط عدو الخير الشيطان إبليس الشيء الوحيد اللي يريده هو مو وقوعنا في الخطيئة
فقط، لا، يريد يبث في قلبنا الخوف والقلق ويزعزعنا لحتى نقع في الخطيئة ويكون وقوعنا في الخطيئة أسهل منه. فلذلك أحبائي، نحن كمسيحيين مؤمنين ما لازم نخاف ونقلق، على العكس نحن لازم نكون منتظرين المجيء الثاني ونصلي لمجيء الثاني ونقول له يا رب أيمتى راح تجي بقى وتخلصنا. نحن ننتظر مجيئك، نحن ننتظر الحياة نكون معك ونكون مع القديسين نرتل ونسبحك. ما يصير نخاف لسبب واحد مهم جدا، لأنه نحن أبناء الرجاء والقيامة، لأنه نحن أبناء القيامة ما يصير نخاف ونقلق. ومن أول سفر بالكتاب المقدس، سفر التكوين، الرب يقول لا تخف لأني معك وأباركك. علش دخاف؟ الرب معاي وكباركني، ما لازم أخاف. من أولى الآيات اللي إجت بالكتاب المقدس هي لا تخف، فلا تخافوا. أما عن محبتنا الزائفة للرب يسوع، طبعاً كلتنا نعرف بسبب صعوبة المعيشة اليوم صرنا نلتهي عن كثير شغلات، صار عندنا غير أولويات في حياتنا. أولوياتنا هي الشغل، أولوياتنا أشتا أكل بكرة، أولوياتنا ابني أشغى حلبس غدا، أولوياتنا ابني درس إلا ما درس، أولوياتنا غدا أشون والبزنس، السهم طيلع السهم نازل، السوق أشون والاقتصاد الإيكونومي، الحرب والكوارث اللي تصيغ، التضخم الاقتصادي وكل هالأمورات. طيب أنا أقول لك شغلي، وقف عقلك دقيقة، وقف عقلك دقيقة وتذكر أنه أكو رب يحميك ويحفظك ويدبر خبزتك ويداري ولادك ويحمي ولادك ويداري اقتصادك وما يخليك أنت نيم جوعان، لأنه الرب يقول إن نسيت الأم رضيعها فلا أنساكم أنا. هيكونوا متأكدين منا كل مؤمن وكل واحد يثق في هذا الإيمان ويثق أنه الرب يسوع راح يعطينه خبزته، خبزنا كفافنا اليوم، ما راح ينام جوعان. فلذلك من أهم الوصايا اللي إجت بالإنجيل وفي العهد الجديد، قال الرب يسوع تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك كنفسك. يعني الرب الإله جاب المرتبة الأولى، أحبه من كل فكري، أحبه من كل عقلي، أحبه من كل روحي، أحبه من كلني أنا، بعدين يجي قريبي، بعدين يجي أمي، بعدين يجي أبوي، بعدين يجي أولادي وإلى آخره. هاي وصية الرب لازم نلتزم بيها، ما راح نقدر نلتزم بهالوصية، ما راح نقدر نخلي الرب يسوع من أولوياتنا التوب ون في حياتنا إذا ما نحبه من كل قلبنا ومن كل روحنا. فلذلك يقول القديس لوقا فلما سمع يسوع ذلك قال له يعوزك أيضا شيء، بيع كل ما لك ووزع على الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعال اتبعني. فلما سمع ذلك لعشت حزنا وراح بطريقه. طيب أنا حسب ما قدرت أفتهم وفسر الآية بطريقة مختلفة شوية بعد ما قريت للآباء الرسل، من يقول بع كل ما لديك، عدا أنه بع كل ما لديك ووزع على الفقراء ممكن فسرها بهالطريقة، ولكن الطريقة الثانية بيع كل خطاياك، بيع كل شهواتك، بيع كل فكرك الدنس واعطينه للفقراء. منو الفقراء؟ العالم الفقير، الأرضيات،
اللي ما تشبه بالسماويات. نحن أبناء السماء، لازم نتشبه بالسماويات. إذا ما نتشبه بالسماويات ما راح نعرف نكنس كنز بالسماء. فلذلك دعونا نبيع كل خطايانا، دعونا نبيع كل زلاتنا وشهواتنا للعالم، طول العالم. خلي أهل هذا العالم تأخذ هاي الخطايا، هم الفقراء لأنهم ما هم غنيين بالرب يسوع بمحبته. فلذلك أخوتي الأحبة، لحتى نعرف نكنس، لحتى نعرف نرث الملكوت ونرث الحياة الأبدية، لازم أنا كإنسان مسيحي أعيش حياة التسليم. حياة التسليم أي يعني أسلم كل شيء في إيد الرب يسوع، من حياتي، من أولادي، من كل شيء، أقاربي، شغلي، وكل الأمور. لأنه إذا ما عرفنا عشنا حياة التسليم الكاملة ما رح نعرف نعمل شيء، دائماً رح نبقى قلقين ودائماً رح نعيش في المحبة الزائفة. لازم أيضاً يكون اتكالي على الرب يسوع دائماً، لحتى أيضاً أعمل مشيئته على الأرض. هاي هي مهمتنا الوحيدة، أعمل مشيئته على الأرض لحتى أقدر ألث المكوت. أعمل مشيئته على الأرض بالأعمال الصالحة والصلاح. ما هو ثوب نحن نقدر نلبسه؟ ما هي رتبة نقدر ناخذها؟ الصلاح هو القلب المليء بالغيرة تحترق لأجل إتمام مشيئة الرب يسوع. هذا هو الصلاح. فلذلك يا أخوتي، أنا عندي كم سؤال، أتمنى أنه ناخذهم من الكنيسة كدرس معانا واجب بالبيت، نفكر بيهم ونتأمل بيهم ونجاوبهم نحن بنفسنا على هاي الأسئلة. أول سؤال يقول: أشنو هو عمق علاقتي مع الرب يسوع؟ هل هي كافية؟ هل أنا معه؟ هل دائماً فكري معه؟ رب يسوع يقول: ها أنا واقف على الباب وأقرع. طيب منو من عندنا فتح الباب؟ قال له تفضل. نقدر يومياً نعمل هالشيء؟ هل أنا أعيش الحياة التوبة يومياً؟ وآخر سؤال وهو المهم: هل نحن مستعدين بكاملنا للقاء الرب يسوع؟ هذا السؤال المهم، هل أنا مستعد للقاء الثاني؟ أتمنى أن تأخذون معاكم هاي الأسئلة على البيت اليوم، هذا واجبكم من أبونا، أول قداس وأول واجب. الله يخليكم، فكروا بهاي الأسئلة وتعمقوا بيها وجابوها أنتم بنفسكم. وياريت من تجابون هالشيء بنفسكم، ياريت تشتغلون على الجواب نفسه، لأنه طريق الكمال والخلاص والقداسة ما هو بسهل، ما هو بيوم يومين، هو طريق كامل. بارك مورلي وباركم الرب يسوع، يعطيكم الصحة والعافية ويوفقكم بحياتكم وبأشغالكم ويوفق أولادكم، وإن شاء الله دائما النجاح الثاني. Guys, LTC, I'm so sorry today. I'm so sorry I didn't have prepared any preaching in English for you. I'm so sorry, but I promise you to next week we're gonna have one, okay? But the only thing I want to say to you, you can take it from the church, from the altar. Jesus loves you, and you need to love him every day. Pray every day, and ايش تقول؟ وقفتوا. My beloved LTC, may God bless you and your families and your leader, and thank you. But I promise you to next week, okay? تمام؟ والآن سيدنا يحب يلقي كلمة. بارك نور سيدنا، تفضل. تفضل سيدنا. ماشي.
بارخ مرتبه يا ابوي. شما بابر روح قديش حضل وشرير امين. يعطيك العافيه ابونا. هذا ابو المكسر يزغل، مرات يعلي الصوت مرات ينصي الصوت. لا تقعد تلعب، ايش كتاريني؟ حرام ما كتاريني، انا منشول وصوتي ما كي يطلع وانت كتنصي. كن منو كن دفعك علي؟ اعترف. صباح الخير. كثير هاليوم بينو سعادة وفرح وغنى، بالسرياني نقول يثرونه، فائدة غنى روحي، إنه نشوف أبونا دانيال يقيم القداس الأول بعد ارتسامه، واسم الصليب عنده كأنه صار له فد 13 سنة مرسوم، لأن إذا 15 دي سيخوري. قلت 13 مو 15، لأن 15 غدا غيدي سيخوري مشكلة هاي. ف13 سنة يعني بعد لك سنتين. وأنا ما مستغرب أبدا، ما مستغرب. طبعا أنا كنت عيني علينا، ولا غلطة ما غلط، ولا غلطة، كأنما صار له سنين سنين. وهو بالفعل صار له سنين سنين يتربى بعائلة مباركة، عائلة كهنوتية، تربى في حضن الكنيسة، مو بس عائلته كأم وابونه. يعني البيحة أبونا كان يحكي لي شغلات، إنه هو أشقد كان عمره أبونا لما عمل هذا القداس وقرأ اسماء الموتى؟ 4 سنين كان يعمل قداس ويلم الموجودين ويردون ورانه، وأهم شيء كان يذكر اسماء الموتى وصلوا لراحة نفسهم. تربى في حضن كنيسة، تربى في حضن المطرانية، تربى تحت إيد شيخ كبير اليوم الكنيسة تعتز بينه، ألا وهو سيدنا مارسيوريوس حاوى، من آباء الكنيسة اللي يتميز بإدارته ومعرفته لخدمة الكلمة. تربى تحت إيد أبونا نعمة الله، أو أبونا نعمة مثل ما الكل يعرفه، والخوري نوال. أنا كنت طالب كليريكي، طالب صغير، كنت أغو عندهم على البيت، تتذكر أبونا؟ أبونا نعمة من الكهنة القلال اللي ما نسمع أحد يحكي عليهم، لأن كل القسان الكل يحكي عليهم. طبعاً لا تخافون يحكون عليهم بالمليح، عدلناها ما. لكن أبونا نعمت من الناس القلال اللي ما يعجبوا أحد يحكي علينا لا بالمليح ولا غيره، ما يدير بال لاي سالفة. أكو يشتغون المديح، الله يخليك مدحني يحكي علي كويس. أبونا نعمت ما يهمه هذا الموضوع، أبونا نعمة يهمه يخدم يسوع. أبونا نعمة مميز، هسه تستغربون تقولون هذا اليوم أبونا نعمة الرسم له أبونا دانيال، لا، اليوم الفرح لأبونا نعمة. أبونا نعمة مميز بأنه عنده طاعة غير محدودة لخدمته لرؤسائه، وما ممكن كاهن يقدر يطيع إذا ما يكون متواضع أبد. وأهم ميزة من ميزات الكاهن اللي ما يطيع هو التكبر. حتى الله يسوع
طاعة حتى الموت، موت الصليب. ليش؟ لأنه كان متواضع ووديع القلب. التواضع ينتج عنه طاعة، الطاعة ينتج عنها خدمة مباركة مقبولة. هذا كلام موجه لأبونا دانيال. إذا أريد أن أكون خدمتي مقبولة، أولاً لازم أتواضع حتى أقدر أطيع. أبد لا تقبلون الكاهن يكون موظف. الكاهن راعي وصاحب رسالة. قد طلع موديل جديد هسه بالذات بالغرب، إنه يتعاملون مع الكاهن إنه أنت موظف تجي تصلي صلاتك وتروح على بيتك، ما تتدخل بشيء، ما لك علاقة بشيء. يفرحون لما يقولوا له أنت موظف. هو ما يدير بال إذا كان موظف أنت بكيت خربونه وكيت خربون بيتكم. لمن يكون موظف المؤمنين راح يكونوا بالنسبة له معاملات فايلات. هالفايل هالمعاملة ما كملت اليوم خلي تكمل بعد شهر بعد سنة، ما دير بال. أنا موظف ما يخذ راتبي غاس الشهر وما لي علاقة بشيء. أبد لا تقبلون أبونا يصير موظف. أبونا هو راعي، والراعي هو أب، والأب ما ينام إذا ابنه وجعان، ما ينام إذا ابنه جوعان، ما ينام إذا ما ابنه يرجع على البيت. هذا الأب، ولهذا نقول له أبونا. فأبداً لا تقبلون. فديوم أبونا دانيال يتحول إلى موظف، وأبونا دانيال أبداً ما لازم تقبل حتى إذا هي مغادو أنه فديوم أولادك يصيغوا معاملات وفايلات. أبد لا تقبل. أكيد أبونا دانيال ما هو إنسان كامل، أكيد أبونا دانيال ما هو إنسان كامل، أكيد أبونا دانيال راح تشوفون بينه كثير عيوب وكثير أغلاط. منو بينا أبونه كامل؟ بس أكو واحد يقول أبوي ما مليح، أبوي أحسن واحد. لو يكون معبى عيوب الدنيا، أنا بعيني أبوي أحسن واحد. هالشكل لازم نطلع على أبونا. وأبونا غيدا قل لك كوي، أنت ما رح يكون عندك ملائكة، رح يشلعون قلبك. بس ماكو أب يقول أولادي ما ملاح. دائما الأب أولاده أحلى شيء وأحسن شيء وأفضل شيء، ويقبلهم مثل ما هيهم. وغاح أقول لك كلمة أبونا، أشقد غاح تحبهم غاح يحبوك، أشقد غاح تحبهم غاح يحبوك، أشقد غاح تدور وراهم غاح يدورون وراك، أشقد غاح ما تتقبلهم ما يتقبلوك، أشقد غاح تتقبلهم على كل عيوبهم هالقد غاح يتقبلوك. هاي خذ قاعدة، حبهم شو ما يكونون، حبهم بكل عيوبهم. وأريد أوصيك شغلة لخ، هذول اللي يجون عندك على البيعة دور وراهم، بس لا كثير، بس دور على اللي ما يجي على البيعة. شغلك الأساسي هو اللي ما يجيك، مو هذول شغلك الأساسي. هذول شغلك ومهمين، بس مو أهم من اللي ما موجود. لأن المسيح قال جئت لأشفي مرضى لا أصحاء. كثير مرات كهنة يسألون على المكان اللي يريدون يصيغون بينه كهنة. شلون مذول الناس ملاح ما ملاح، أولاد كنيسة ما أولاد كنيسة، يداومون على القداس ما يداومون على القداس. بصراحة أريد أقول هاي رسالة لكل كاهن، لكل من يقبل أن يأخذ هذه الرتبة اللي الآباء يقولون عليها هي أعظم من الملائكة، كهنه راب من ملاخه. الملاك ما يقدر يمسك جسد ودم المسيح، لكن الكاهن يقدر. الملاك ما يقدر يستدعي الروح القدس حتى يحل على الخبز والخمر ويحوله إلى جسد ودم الله، لكن الكاهن يقدر. ولهذا يقول لما الكاهن يفتح باب الكنيسة تنفتح أبواب السماء.
بس أريد أقول لهذا الكاهن اللي يدوغ رعية كويسة ومليحة وأوادم ويجون على البيعة، أنت تدوغ راحة معناتها أنت مو خادم ولا راعي. الكاهن الحقيقي هو اللي يخدم في مكان يرسل إلو كيف ما كان هذا المكان. أما والله أنا عندي عائلة وعندي أولاد ولازم أأمن مستقبلهم، هذا اللي يفكر بهالطريقة ما له شغل بالكهنوت. مستقبلاً بيد الله إذا أنت عندك ثقة. قال كلمة حلوة أبونا هسه بكلمته بموعظته اللي كثير حلوة كانت، إنه لازم نحب الله من كل فكرنا من كل قلبنا من كل قدرتنا. محبتنا لله ما هي كلمات، محبتنا لله هي حياة. قلبك أجبينه، هل قلبك كله لله؟ هل وقتك كله لله؟ هل فكرك كله لله؟ لازم تسأل هذا السؤال. اتأكد إذا قلبك أنت كنعمته أقسام، شوية لهذا وشوية لهذا وشوية لهذا، الله ما يقبل يكون بينه. الله يريد يكون هو لحاله بقلبك، لأن متى ما كان الله لحاله بقلبك كل الأمور راح تجيك. لا تخاف، اطلبوا ملكوت الله وبره وكل هذه تزاد لكم. لما قال من أحب أما أو أبا أختا أو أخ أخا أو ابنا أو ابنة أو حتى نفسه أكثر مني فلا يستحقني، هو كي يعرف ايش يقول. هو ما معنى يقول لك لا تحب أولادك ولا تحب أخوتك ولا تحب أقاربك ولا تحب نفسك، لا، هو كي يقول لك حب الله كثير مليح، بعدين من راح تصل لمرحلة إنه الله يملي قلبك، هذاك الوقت معناته الحب كن ملا قلبك، لأن الله هو الحب. ومتى ما قلبك امتلأ بالحب أوتوماتيكياً راح تفيض بهذا الحب لأمك وأبوك وأخوتك وأولادك وكل من يعرفك وحتى نفسك. لكن إذا قلبك ما كان ممتلئ بالحب، ما كان ممتلئ بالله، حتى حبك للذين من حولك راح يكون حب غير مكتمل، حب ناقص، راح يكون حب وتشهيات، راح يبين حب كثير وقليل، حب بمقابل وبدون مقابل. هذا يستاهل حبه هالقد وهذا يستاهل حبه هالقد، وهذا أحبه لين عمل معاي فلان موقف وهذا ما أحبه لين عمل معاي فلان موقف. هاي ليش كلها تصير؟ لأن هذا الحب الأرضي وليس الحب الذي أحبنا إياه المسيح. أشنو الحب الذي أحبنا إياه المسيح؟ هو الحب اللي بدون مقابل. المسيح حبنا وإحنا ما نستاهل. أنت لازم تحب حتى اللي ما يستاهل، هذا الحب الذي أحبنا إياه المسيح. فلهذا لما قلبنا يكون معبى بالله راح يكون معبى بالحب، أوتوماتيكياً راح تحب أولادك وأمك وأخوتك وزوجتك والكل وحتى نفسك. لكن إذا قلبك ما كان معبى بالله كله حب راح يكون أرضي وقتي زمني غير مثمر. أولاً نشكر الله، وثانياً أحب أن أهنئ من أعماق قلبي راعيكم الجليل سيدنا مارديونوسيوس جان قواق، راعي هذه الأبرشية، الأخ الكبير اللي دائماً يغمرنا بمحبته وأخوته. وأقول له مبروك أنه الرب بعث لك كاهن ورع وابن مطيع، وإن شاء الله يكون خادم مثمر في حقل الكنيسة. ألف مبروك لسيدنا جان راعي هذه الأبرشية. بعدين أريد أقول مبروك لهذه الرعية المباركة، مبروك لرعية مرمت الناسك مجلساً وشعباً وأفراداً ومؤمنين. مبروك لكم كاهنكم الجديد، مبروك الأبونا الجديد. إن شاء الله تكونون عائلة متراصة متماسكة، تسندون ويسندكم، تحبون ويحبكم، تقبلون مثل ما هو ويقبلكم مثل ما أنتم. أريد أقول كثير مبروك لأبونا نعمت،
الله يبارك بيك ويبارك بتربيتك ويحفظك ويعطيك صحة عافية أنت والخوري نوال أيضا اللي هي أيضا تعبت. مبروك لكل عائلة أبونا، مبروك لعمه أبونا خوري أفران اللي هو اليوم كبير العائلة، نقول له مبروك من يشوف أولاد أخونك. طبعا أبونا أفران قاعد بالمصلاوي، إحنا نقول قلبه شحم يعني قد ما فغح، كي يطلع بابن أخونه اللي هو مثل ابنه، كي يقلي يطلع سيدنا ما عنده ولا غلطة، ما يعمل فيه كأنه صار له زمان. أنا شاعر بها الفغحة، مبروك. بس مبروك أول وآخر للكنيسة، مبروك الربنا يستاهل أنه نقدم له أولادنا. هنيئاً لهذيك العائلة اللي يطلع منها كاهن. أكو فد معلومة ما عرفت تعرفوه ولا لا، النافورة هاي اللي نقدس بيها الكتاب نسمينه النافورة، بينه فقرة في كل قداس يقدسه الكاهن، أكو فقرة لما يهيئ نقول الطيوبة يعني التحضير للقداس، يذكر بيها هاي الفقرة معلمينه أساتذته كل من تعب معانه، ويذكر أمه وأبونه وعائلته. فهنيئا لهذيك العائلة اللي تطلع كاهن، لأن راح تذكر في كل قداس يقام. هنيئا لهذه العائلة. مرت لك مبروك لأبونا ومبروك للخورية، الله يقويك. خوري نوال وخوريتهم هنا، ايش اسمها؟ انا انسى اسمها. مريم، مريم انت شغلك راح يكون ثقيل، انت لازم يكون بيتك مفتوح وقلبك مفتوح وبالك طويل، وما تشوفين حالك على العالم وتقولين انا مغتلبونا ما قعدوني قدام. انت تقعدين وغا، ما لازم تديرين بال. انت قبل كنت تطيقين تروحين وتجين وتلبسين وترقصين وتعملين، انت بكيفك، هسه ما بقت بكيفك. نغيتك تكونين خوري مثل الخوريات اللي نعرفهم اللي تعودنا عليهم، الخوريات اللي بيتها وقلبها مفتوح، وهي تكون ايضا لها دور كامل في خدمه الكلمه والكهنوت. وهذا اكيد ما غريب، لان انت هم بتتبونا، وكن شفتي امكي الخوري شلون تتعامل. امكي ايضا انسانه مباركه وابوكي رجل مبارك، فنغيد دائما تسندين ابونا بهالخدمه. اذا ابونا نجح يعني انت ناجحه، واذا ابونا الله لا يسام لا يقدر ولا يسمح ما نجح، معناته يمكي المشكله. وغيد اخلكم لكم هم، اذا ابونا نجح بخدمته معناته انتم ناجحين. ما أريد أقول إذا، لأن أنا متأكد أبونا راح ينجح لأن أنتم ناجحين. ربنا يبارككم ويحفظكم، ونريد تصلوننا كثير. ننقل لكم أكيد تحيات أخوتكم اللي في الوطن، في العراق، في كردستان، في أرض آبائنا وأجدادنا. إحنا هونك عندنا أكشن كثير، لكن نحن فرحانين لأن نحن نعرف أنه يسوع دائما معنا. صلوا لنا، كل ما نحتاجه هو صلاتكم إلنا، لا تنسونا بصلاتكم. ربنا يبارككم، شكرا. أخوتي المباركين، رفعنا الذبيحة الإلهية لهذا اليوم على راحة أنفس المرحومين، المرحومة والمربية الفاضلة رمزة بشير نعوم جومايا، زوجة المرحوم ميخائيل هدو، ووالدة كل من سعد وسامر وسحر، شقيقة كل من جوليات وخيري نوال ونهلة، والمرحومين متي سالم نعمة عادل مؤيد وأديبة، وأوقف ذويها مبلغ من المال للكنيسة. الرب يبارك بهم والله يرحمها. وذكرنا على مذبح الرب المرحومة نوال متي جورجيس بمناسبة مرور سنة على وفاتها، والمرحوم متي جورجيس تنو جميلة متي إسحاق، والمرحوم جميل متي إسحاق وعقيلته جانيت زيا، والمرحوم نوح جورجيس تنو، والمرحومة نوني جورجيس تنو، ورفقة جورجيس تنو، ومسي جورجيس تنو، والمرحومة سلامة متي كلو، والديها وأخويها ثامر وجورج، وعن روح المرحوم سليمان حنا سليمان خوشو،
ووالديه وزوجته جولييت وأخته راحيل، وعن روح المرحوم عماد خليل القس إسحاق ووالديه وإخوته، وعن روح المرحوم رينيا شمعون شفو وابنها ستيفان وزوجته جاكلين والمرحومة ترمى وزوجها غازي. وذكرنا أيضا على مذبح الرب رامي والمرحوم يارا غازي عبر جميع أمواتهم الله يرحمهم، والمرحوم مظفر شماس يعقوب والمرحومة نجيبة تبوني والمرحوم إلياس منصور والمرحومة ثمين الياس والمرحومة نوم الياس والمرحوم توما عباسة وزوجته المرحومة رسلية رحيمو وابنه الشماس عامر توما عباسة وأخته جنان توما عباسة والمرحوم توما جوكا وزوجته المرحومة جيجي نجم والمرحومة داود جوجا وصباح جوجا والمرحوم الشاب نادر صباح وجميع أموات آل جوجا الله يرحمهم. المرحوم وذكرنا أيضا على مذبح الرب المرحوم ملكي جورجيس إسحاق والمرحوم أياد ملكي جورجيس إسحاق والمرحوم فارس منصور نيسكو والمرحوم يوسف عطو وزوجته نجيبة الزعيم وأولادهم سالم عطو وجوزفين عطو وزهير عطو ووليد عطو والمرحومين والمرحوم متي عباوي وزوجته المرحومة خيرية الدباغ والمرحوم البير برايا والمرحوم خليل البراق وزوجته زكية السماك والمرحومة ميري البراق وجميع أمواتهم والمرحوم شمعون حدات وزوجته حنة بولس وجميع أمواتهم الله يرحمه. وذكرنا أيضا على مذبح الرب المرحوم منير حداد المرحومة رون جلال إلياس والمرحومة غزل غزوان إبراهيم والطفل شرب الغزوان إبراهيم والمرحومة يلدى توما بمناسبة الذكرى السنوية السادسة على وفاتها وزوجها المرحوم دانييل بطرس متي والمرحوم وليد عمانويل وابنته المأسوف على شبابها ندى وليد عمانويل والمرحومة ليزا زهير يلدى والمرحوم فوزي فتوحي النقاش وزوجته المرحومة غنيمة منصور بيبي والمرحومة عماد والمرحوم عماد نبود الله يرحمهم جميعا. إخوتي الأحبة نقيم سهرانا على نية السلام في العالم أجمع وعلى نية أيضا شفاء المؤمنة نور وعلى نية أحد العوائل المؤمنة وعلى نية شفاء المؤمنة هالة صوفيا الرب يشفيهم. كما نورت الكنيسة في هذا اليوم المبارك على سلامة المولودين جايكوب وجود أولاد متي شماس بهنام مرزا وعلى سلامة والدتهما لينا القس جورجيس. وأيضا نورت الكنيسة على نية أحد المؤمنين أحد المؤمنات ونورت أيضا الكنيسة على نية أحد المؤمنات. كما تعلن الكنيسة عن إقامة موفي نايت حصرا لطلاب الساندي سكول في يوم الثلاثاء المصادف 31/10 من الساعة 6 مساء إلى الساعة 8 مساء، وللاستفسار على المعلومات استشارة كادر الساندي سكول. وإعلام من عندي بليز إذا أحد عنده مريض محتاج خدمي محتاج زيارة بليز قلوا لي أنا ما أعرف إذا أكو لو لا أعرف أسكو كم واحد، فالله يخليكم بعد القداس تعالوا بلغوني حتى أقوم بخدمتي وواجبي تجاهها. والرب يبارك بكم ونقوم كلنا نقف سوا حتى نصلي صلاة الاعتراف. أنا أعترف بالله الآب ضابط الكل وابني الحبيب في نيقية وقسطنطينية وإفسس على رجاء الكهنوت الشريف المسلم إليك يا أبي الكاهن وبه تحل وتربط بالقول والفعل والفكر خطيئتي عظيمة عظيمة جدا وأنا نادم عليها ندامة كاملة قاصد أن لا أرجع إليها أبدا راضيا بالموت أحرى من أقبل الخطيئة. فأسألك بسلطان الكهنوت المقدس أن تحلني وتسامحني بذنبي سائلا الله أن يغفر لي بنعمته آمين. نتأمل بخطايانا ونذكرها في صدورنا بانسحاق قلب وندامة كاملة لننال عنها مغفرة. اذكروا خطاياكم في صدوركم وأنتم نادمون عليها
لكي يتقبل الرب توبتكم ويمنحكم الغفران. اذكروا خطاياكم في صدوركم. ليترحم عليكم الرب الإله برحمته الواسعة ويقودكم إلى ميناء الحياة الأبدية ويغفر خطاياكم التي فعلتموها بإرادة وبغير إرادة والتي ذكرتموها في صدوركم والتي نسيتموها، مثلما غفر للخطاة والزناة والعشارين. أحلكم من جميع خطاياكم لا بسلطاني أنا بل بسلطان رئاسة الكهنوت الذي تسلمت من آبائي وآبائي من الرسل والرسل من السيد المسيح مباشرة، لتتنقون وتتقدسون باسم الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. آمين. مرحبا أيها المسيح ربنا وخالقنا بجاه أمك ماريا ارحمنا من طغيان إبليس تقنا ومن جنود الأسرى خلصنا. الواقفين أمامك أمام عظمتك في هذا الحين، وأرسل يا رب من خزائن مراحمك شفاء للمرضى وعافية للمتوجعين وفرجا للمكروبين وإطلاقا للأسرى وشبعا للجياع وعودة للبعيدين والهداية للضالين ألفة واتفاقا للمتخاصمين وغفرانا للخطاة وصفحا عن ذنوب المذنبين وراحة ورضا بواسطة القديسة الطاهرة سيدة العالمين العذراء مريم والدة النور والخلاص لكل المؤمنين ووقارا وإكراما للشهداء والقديسين وراحة ونياحا لكل الموتى المسيحيين
واطي يا رب وامنح كل واحد ما ينفع ويصلح له من بحر جودك الطافح على كل من الصالحين والطالحين ومن الزهاد النعم والخيرات والإحسانات يزجد ويمجد اسمك القدوس المكرم والمعظم من الروحانيين والبشرين أجمعين أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين آمين بارخ مور في عصر العصر على المصائب والقهر صلي لقلب المنكسر يا جابرا يا مجبرا ماذا أصف ماذا أقول للسيدة العذراء البتول تاهت بها كل العقول والخلق فيها شبح زيد ام شبح من مذبحك الغافر ينحدر غفران لعبيدك يا ابن الله يا من اتيت لاجل خلاصنا وعتيدنا تأتي من أزمعتنا وتجي جنسنا إلى الأبد آمين شوت موري الله يمينو طولو متحسيوني ثو بارخو الكشون سوداي دن قبلين مسافر ودمخ يخيرو وسو يتحبي الشبقون وضحطوهي والقلي الثافد أخذ مايك وروّلها العلمين آمين لون رحمة الله رابو فاروق دلان يشو عمشيحو على طين قدش أولين علي وبيون عنو سبيهون
على كل من دلوا اشتوت في اشتوت في نبون رحمة وضلون يون وعليهم بترى يون علمي والعلم علمي Yeah.
خلاص. سبحانك سبحانك ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح إلى الأبد. سبحانك جسدك المقدس الذي أكلناه ودمك الغافر الثمين الذي شربناه لا يا رب يكونان لنا دينونة ولا نقمة بل حياة أبدية وخلاصا لجميعنا. وارحمنا قبلنا طيب ثغنا الوثائم وثراحا محبتك للبشر ساجدين فقونا جميعا وإنا واضدنا وثبتنا واغفر لنا وارحنا لتنعمنا بهذه المائدة الروحانية فنهتف بحمدك وتسبيحك وابنك الوحيد وروحك القدوس وشباب خلص بان العلمين أمين بارخ مور شلوم الكل خون عمرو حدي لخ من بثار سيبو ثادر زي هلين قادي شي مريم رحمنا ريشة نركين طمك موران والا أيها المسيح الخبز الحقيقي الذي نزل من السماء وصار لنا طعاما لا يبلى يحفظ نفوسنا وأجسادنا من جهنم التي لا تطفى والدود الذي لا يبلى لنسبحك وأباك وروحك القدوس الآن وكل آن وإلى أبد الأبدين كل ستار
رحمت منوخ عالهم كنشو بريخو مطار وزقيف ثم دخرت منصبيا وفيا كل روح ظلم ثباس ومار بارخ مور زيلون بشلوم وحاوي حبيبا يكاد مجايلان وخون طيبوثو عم زوودي وبركوثي دار سبتون من مدبح حسيون ودموريو راحيقي عم قاريبة حاي عم ميثح بارخ مور في قايبة صليبة زاكوي ودموريو وضبي عاب رشمد معموديثو تتحسح وبيكون تشبوق تشبق بصورة يكون واتنيح روحو تدعاني ذي يكون وينو دين عبدهم حيلو حاطويو اثحنين واتعداري بياض استعوذ خون بارخ مور زيلون بشلوم وكاد حذيتون وروزيتون وعلايم حيلو حاطويو سلام